شيلة مهداه إلى الدكتورة مشاعر رشيد المشعل بمناسبة تخرجها من كلية الطب، مهداه من أخوها محمد رشيد المشعل. تم التسجيل والمكسب في سيديوهات أفراح العرس. أيوة سيف بس تخرج وش تخبه من هو قدك من هو قدك يا مشاعر. أيوة شاحن يوم ملك الله وهبه أو الاستفسار التواصل على جوال 05-33-8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 -
طبيبة من علوم الطب قد حست بجاية. يا مشاعل يلي حققت الصعبة بالعزيمة والإرادة والفعالة، والشهادة جبتها ولهي غريبة بالفخر والمجد تشهد الله الله فيك نفخر. يما الأوصاف العجيبة الحلا والزين وجن الفصايل رافعة راسها لك بعز وهبة. ولطالب الشيوخ أهل الإيمان التواصل على جوال 4-8-0-2-1 المسيث بالتخرج وش مخيبة، منه قدك منه قدك يا مشاعل بالوشاح يوم لك فرخة وهبة. صرت دكتوره لك البداية افخر يوم التخرج يا الحبيبة، يوم حققت الوعد والراس طايل. ألف مبروك التخرج يا الطبيبة من التواصل على جوال 5-3-4-8-2-1 والشهادة جبتها ولهي غريبة بالفخر والمجد تشهد الله الله فيك نفخر. يما الأوصاف العجيبة الحلا والزين وجن الفصايل رافعة راسها لك بعز وهبة. أسئلة الشيوخ أهل الإيمان أنت شيخ بكر وكفه رحبة دار رشيد الشهب عرب الفعايل لك الماضي فنحل للعصيبة. لارتك على الحم جي على اللقاي من سلاي لابة العز العريبة لابة الحسن كبير الله الله من سلاطين العرب من دون ريبة مجدوه مشهود باب الانتظار من أخوك محمد الحور العزيبة التواصل على جوال 05-3-3-4-8-0